إذا على بركة الله نستأنف مباشر آخر ودائما بمنطقة مولرشيد. نتواجد الآن بالقرب من سوق السمك بالجملة بمدينة الدار البيضاء. غادي نحاولوا نرصدوا من خلال هذا المباشر الأجواء داخل هذا السوق. إذن هذه هي الأجواء لأن شيئا ما يقع هنا. سنحاول معرفة ما يقع. السلام عليكم شريف، شنو وقع هنا؟ هذا الشيء ديال الحوات اللي كيقيدوا فيهم على الشيء ديال التحاليل، خصهم كلهم ياخذوا يديروا تحاليل. يديروا التحاليل اللي كيقيدوا اليوم التحاليل، والناس كيطالبوا بالتحاليل ولا شنو وقع بالضبط؟ يعني السوق حبس. السوق حبس حتى الخميس. حتى الخميس عادي يبدا. الخميس عادي يبدا. شكرا شريف. شكرا لك. إذا كيف كتابوا معنا أعزائنا ومتابعينا ديال قناة شوف تي في، الناس اللي كيعملوا بهذا السوق كياخذوا أوراق باش يتسجلوا باش يمشيوا يديروا تحاليل، لأن السوق كان عرف عدة إصابات بداء كورونا. وصلت حد العلم ديالنا بأنها وصلت فوق 50 حالة. إذن الناس كيطالبوا باش يديروا التحاليل، نتمنوا بأن الإصابات ما تكونش كبيرة.